لا يخفى عليك أن هذه المرحلة السنية حقيقة إحنا نسميها دائما الدراسات تقول أن هذه المرحلة هي مرحلة لديها القابلية الكبيرة لتعاطي المخدرات. جاهز. نعم صحيح. والدراسات تثبت حسب تقارير الأمم المتحدة أن هذه المرحلة السنية من سن 8 حتى 18 لديهم القابلية، وخاصة المرحلة أو السن 8 وهي قليلة جدا، لكن هنالك حالات وقليلة جدا، ولكن أكثر ما ينشط في المرحلة مرحلة أو السن 13 حتى 16. يبدو لي هذه المرحلتين مرحلة المتوسطة والثانوية، مرحلة الرجولة. صحيح. انتقال مرحلة المراهق، ما يخفى عليك مرحلة المراهق واندفاعية هذه المرحلة، اندفاعيته لحب تجربة أي شيء قد يضر هذا الشيء. في المقابل المجرمين هم دارسين اصلا العمر، ما في شك، عارفين المرحله هذه، عندهم قابليه انه يجرب اي حاجه. وعندنا دراسات ما الاسباب التي تدفع المراهق لتعاطي المخدرات المره الاولى، بلغت نسبه خطورتها 78%. حب التجربه. بس 78% حب التجربه. حب التجربه، يعني هذه قابليه قويه للمراهقين ان يتعاطى المخدرات. لذلك لابد ان يكون هنالك عمل وقائي متقن موجه لهذه الفئه. وهنالك من يعني هنالك دراسات تقول لك بد من وقايه قبليه قبل السن هذا ب3 سنين اقل حاجه. هذا كاطار عام اتكلم عن المرحله السنيه. توعوي، برنامج توعوي، برنامج وقائي توعوي، من مهارات حياتيه، مهارات الرفض، مهارات اداره الذات، الثقه بالنفس. مثل ما تفضلت قلت لك حب التجربه، كيف انت كيف ازرع في الطالب، وهذه الرسائل نوجهها له اليوم، كيف تزرع بابنك المعلم، كيف تزرع بالطالب. ليس كل تجربه متاحه. احسنت. في تجربه ما ترجعك الحياه، خلاص راحت ابدا عليك. تودي الى التهلكه. اي والله. انتهيت. فلذلك البرامج الموجهه لابنائنا الطلاب تكون مقننه وموجهه لهم. وما يخفى عليك امر مهم جدا، تعرف مرحله المتوسطه والثانوي هم شباب. ايه. وأعظم ثروة وطنية منهم الشباب. الشباب وهم وقود وروح رؤية المملكة 2030.